السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحبي في الله في قناتكم مدونة حبيب. لي معلومات لا تنسى اشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله. في هذا الفيديو كيفاش نبدلوا المود باس نتاع الويفي على الموديم 4G ايدون بطريقة سهلة جدا بدون أي مشكل. تبع هذا الفيديو باش تفهم مليح. بعد الفاصل ونواصل. نروحوا الى جوجل كروم بهذه الطريقه، ومن بعد نديروا 192 نقطه 168 نقطه 8 نقطه 1. هذا هو الارقام الاي دي نتاع الموديم، تجدون اسفل الموديم تحت تلقاو كما قلنا خالتي 192.168 نقطه 8 نقطه 1. ومن بعد نديروا اونتري، ومن بعد دير المود باس هنايا. الى كان المود باس ادمين ادمين، الى كنت مغير الادمين دير الاسم الجديد اللي كنت دايره من قبل بهذه الطريقه خاوتي. نديرو اوكي. درك خاوتي دخلنا الى اعدادات الموديم. اعدادات تاعو ساهل ماهل، ماهوش صعيب ولا فهمتوا خاوتي. نروحوا الى مباشره خاوتي الى اعدادات الويفي، نكليكو عليه. جينا بهذا الشكل، بهذا الشكل هنا عطينا كلمة المرور الويفي. ها يا خاوتي شفتو معايا مليح، ها هنا نبدلها خاوتي. مثال عندي اي اسم، بهذه الطريقة خاوتي، وندير مسجل. نستناو شوية خاوتي باش إضفنا المود باس تم إضافة بنجاح بدون أي مشاكل. عجبكم هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.